تمديد الهدنة في اليمن، ولم يعد هناك أي مشاورات أو مفاوضات لمناقشة وتنفيذ بنودها. برأيك هل وصلت الهدنة إلى حالة ركود ومجرد تخفيض للصراع؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. حقيقة أولا الميليشيات الحوثية هي ضغطت بقوة لتمديد الهدنة، لأن لديها الكثير من الخطط لتنفيذها خلال فترة الهدنة، وربما هناك يعني توجه إيراني عماني للأسف الشديد لتمديد الهدنة حتى نهاية العام الجاري. الموضوع وما فيه بأن الحوثيون غير قادرين على مواجهة الحكومة اليمنية أو الدولة اليمنية بوحدتها الحالية، بوحدة مكوناتها السياسية والقبلية والعسكرية، لذلك لجأوا إلى تمديد الهدنة لقتل الحماس الشعبي الذي أنتابه نتيجة لتوحيد المكونات السياسية التي تمخضت عنها مجلس القيادة الرئاسي. لذلك حاولت انها يعني تحاول ان تعمل خلال هذه الهدنه على فكفكه وحده المكونات السياسيه والعسكريه، لانها غير قادره على مواجهه ذلك. حتى نرى عندما اجلت ملف تعز الى الشهر الى الشهرين الاخرين من تمديد الهدنه، كان الغرض من ذلك هو تمديد الهدنه، واعتقد بانها الان هذا الركود الحاصل هو بهدف تمديد شهرين إضافيين، في نفس الوقت تعمل على زعزعة المناطق المحررة طيب. أمنيا وسياسيا. هذا بالنسبة للميليشيا الحوثية. بالنسبة للأمم المتحدة، يعني ملفات الهدنة علنية ويجب التحدث عنها بكل صراحة، لكن المبعوث في مقابلة مع الصحافة الفرنسية أرسل يعني مجرد إشارات فقط بأن المفاوضات بشأن الطرق في تقدم، ولم يتحدث لا عن زمان ولا آلية للحلول. برأيك ما جدية الأمم المتحدة؟ وقال صراحة بأن الشهرين غير كافية للتحاور يعني من أجل الهدنة، بمعنى أنه يحتاج يعني أنه يمشي في نفس السياق الحوثية أو الخطط الحوثية في تمديد الهدنة، مع أن الأمور واضحة. اتفاق مثلا رفع الحصار عن محافظة تعز ليس حديث الساعة، ولا هو بند اصلا جديد تم ادراجه في اتفاق الهدنه، بل هو قديم جدا منذ 2018، منذ اتفاق ستوكهولم. نعم. كان يفترض على الحوثي ان ينفذه، وهذه امور واضحه للعيان، يعني ما تحتاج اي نعم. اجتهاد او جهد على الحوثي. نعم. ان ينفذها. الاستاذ محمود الطاهر، شكرا جزيلا لك.